Tenu ce jour, lundi 29 novembre 2021, un conseil extraordinaire des ministres sous la présidence du général de corps d'armée Mamad Idriss Déby Itno. عقد هذا الاثنين التاسع والعشرين من نوفمبر 2021 مجلس وزراء استثنائي تحت رئاسة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو الرئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس مجلس الوزراء وبهذه المناسبة فقد فحص المجلس مشروع قانون قدم من قبل وزير العدل هامل أخطم المكلف بحقوق الإنسان يتعلق المشروع الأول الذي اعتمده مجلس الوزراء بالعفو العام عن أعمال الاعتداءات على سلامة الدولة وجرائم الرأي هذا العفو يجب أن يستفيد منه 39 مواطنا تمت إدانتهم بشكل رئيسي وفقا لتطبيق أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أما المشروع الثاني الذي اعتمده المجلس فإنه يتعلق بالعفو العام عن أعمال الإرهاب والتواطؤ والتجنيد وتجنيد القُصر الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في القوات المسلحة يهدف هذا المشروع إلى تبرئة 257 عضوا من الجماعات المسلحة من الإدانات التي أصدرتها محكمة الجنايات في أنجمينا عقب جلسة في كوروتورو في 22 من أغسطس 2019 هذان المشروعان هما ترجمة ملموسة للالتزام الذي عبر عنه رئيس المجلس العسكري الانتقالي غادة رسالته للأمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 61 لاستقلال بلادنا في الواقع وبسبب الظروف الخاصة التي تمر بها بلادنا منذ الرحيل المفاجئ لمشير تشاد فإن رئيس المجلس العسكري الانتقالي قد أعرب عن رغبته لبناء تشاد يسودها السلام والاستقرار والأمن بمشاركة جميع التشاديين والتشاديات من أي مكان جاءوا وأيا كانوا فمن هذا المنطلق فقد أطلق نداء لإخواننا وإخواتنا المنتمين إلى المجموعات السياسية العسكرية بهدف العودة للانضمام إلى هذا العمل النبيل لبناء تشاد جديدة وتطبيقا لهذا الالتزام من أجل استكمال شروط المصالحة المتكاملة لأبناء وبنات تشاد فإنه من الضروري محو الآثار الموروثة عن الفترات المظلمة لبلادنا بمنح عفو عام لمن هم لسبب أو لآخر اختاروا طريق المنفى أو العنف للتعبير عن خلافاتهم السياسية دعا رئيس الجمهورية مرة أخرى كل الفاعلين إلى القيام بواجبهم الوطني والمسؤولية لاغتنام هذه الفرصة الاستثنائية لإعادة بلادنا إلى قضبان السلام القوي والتقدم ومن ثم فقد تابع المجلس رسالة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي حول معايير التعيين في مناصب المسؤولية في الوزارات المختلفة وقال الرئيس إنه لاحظ أنه على الرغم من المذكرة الصادرة عن رئيس الوزراء الانتقالي في 8 سبتمبر 2021 فإن بعض الوزراء ما زالوا يواصلون في اقتراح التعيينات في مناصب المسؤولية التي لا تستوفي معايير الكفاءة والخبرة والإنصاف وعليه فقد تمت دعوة جميع الوزراء إلى تولي مهامهم بالكامل والإطلاع بمسؤولياتهم مع الاحترام الصارم لصلاحياتهم بدأ المجلس عند 10:00 وانتهى عند 11:00 Le conseil a pris fin à 11 heures.